بطولات كتير جدا 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 واجيال كتيره جدا عدت على النادي الاهلي منذ انشائه وحتى الان. لو جينا نتكلم عن تاريخ النادي الاهلي وما حدث خلال ال 112 سنه السابقه، اعتقد ان احنا هنبقى محتاجين حلقات كتير قوي علشان نقدر نتكلم على تاريخ النادي الاهلي. ولكن تظل كل الاجيال السابقه منذ بدايه تاسيس النادي الاهلي ومنذ بدايه فكره تاسيس النادي الاهلي وحتى الان، كل الاجيال اللي عدت على النادي الاهلي كلها رموز وكلها كيانات كبيره جدا داخل النادي الاهلي، وتظل اسماء اللاعبين في كل الالعاب الحقيقه محفوره في قلوب كل الاهلاويه. الولاد الصغيرين او الشباب الصغيرين اللي طالعين بيشجعوا النادي الاهلي بيشجعوه لان الاساس اتحط صح، الاساس اتحط صح، والمبادئ اللي كانت موجوده منذ 1907 بنحاول نمشي عليها على قد ما نقدر. اي مجلس اداره بيكون موجود دايما بتلاقي مبادئ النادي الاهلي، الكلمه دي في ناس كتيره جدا بتتعب منها وفي ناس كتيره جدا بتشوفها ان هي كلمه بتتقال وخلاص، ولكن اشياء كتير جدا 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 تخلينا نثق في الاجيال السابقه ونشوف الاجيال القادمه تحط الكلمه دي قدامهم عشان يقدروا يكملوا في المستقبل القادم. يظل دائما النادي الاهلي هو الافضل في افريقيا والافضل في الدول العربيه والافضل الحقيقه من وجهه نظر الاهلاويه كلهم، افضل نادي في العالم هو النادي الاهلي. طيب، تقرير عن مرور 112 سنه على